عايزين نعرف سبب رفع اسعار الكهرباء، وهل هو مرتبط بتوصيات من صندوق النقد الدولي ولا لا؟ لا لا لا، ما فيش علاقة بين صندوق النقد الدولي وما تم الإعلان عنه اليوم، لأن احنا كنا بدأنا ده برضو مؤتمر صحفي للسيد الوزير في يوليو 2014، تم الإعلان عن برنامج لهيكلة أسعار الكهرباء.